أنا بس بضرب مثال كذا، تخيل تفضل. لو أن إنسان، إذا كان أغلب ما يتبعون الطلاب، عندك الآن اختبارات في المدرسة مثلا، اي وموعد اختبار الساعة 7 الصباح، فتخيل لو أنك تأخرت عن الموعد ووصلت الساعة 7:30 قبل وقت نصف الاختبار، فلا شك أنه حيكون في محاسبة ومعاتبة، وممكن تتأخر وما يتاح لك الوقت كامل للاختبار، فشوف هذا مجرد تأخرك على الاختبار، فما بالك إذا جيت بعد انتهاء الاختبار؟ طبيعي أنه لن يسمح لك بدخول الاختبار، وقد تختبر في وقت لاحق. صحيح. فهذا اختبار دنيوي، نحن الآن في اختبار في الحياة، وهي عبارة عن اختبار يوميا، عندنا اختبار 5 أوقات في اليوم، سلام. الصلوات الخمس. يا سلام. فتأخر عن الصلاة هو بمثابة أني تأخرت عن أداء واجب أمر الله سبحانه وتعالى به. فالمشكلة الأكبر إذا أخرت هذا عن وقته، إذا كانت صلاة الظهر وقتها مثلا يخرج إلى قبيل العصر، ثم نأتي ونصلي الظهر مع المغرب الله جمع، الله فهنا الإشكالية، أنه الإنسان أو أول العلاج نقول أنه الشعور بأهمية الشيء، شعورنا بأهمية الاختبارات وأن يتحتم عليها المستقبل. يعني شوف الإنسان يتحفز أنه يستيقظ ويكلم أهله ويربط الجوالات، وإذا ما صحي يسوي المشكلة يسوي مشاكل، لكن شعورنا بأهمية الصلاة لا سيصنع نفس الجو الذي الموجود في أحسن الاختبارات. أحسن.